الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. لقد مرت 20 سنة منذ أن حملني الله أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وقد عاهدتك وعاهدت الله تعالى على أن أعمل صادقا على أدائها، ويشهد الله أنني لم ولن أدخر أي جهد في سبيل الدفاع عن مصالحك العليا وقضاياك العادلة، كما يشهد الله أنني جعلت من خدمتك شغلي الشاغل حتى ينعم جميع المغاربة أينما كانوا وعلى قدم المساواة بالعيش الحر الكريم. وإننا نحمده سبحانه على ما من علينا به من نعمة الوحدة والتلاحم والبيئة المتبادلة بين العرش والشعب وروابط المحبة والوفاء بيني وبينك، والتي لا تزيدها السنوات إلا قوة ورسوخا. كما نحمده على الإجماع الوطني الذي يوحد المغاربة حول ثوابت الأمة ومقدساتها والخيارات الكبرى للبلاد، وأولها الملكية الوطنية والمواطنة التي تعتمد القرب من المواطن وتتبنى انشغالاته وتطلعاته وتعمل على التجاوب معها، وثانيها الخيار الديمقراطي والتنموي الذي نقوده بعزم وثبات، وثالثها الإصلاح العميقة التي أقدمنا عليها والمصالحات التي حققناها والمشاريع الكبرى التي أنجزناها. وبفضل كل ذلك تمكنا والحمد لله من مواصلة مسيرة بناء المغرب الحديث، ومن تجاوز الصعوبات التي اعترضت مسارنا، كما نشكره تعالى على ما خصنا به من توفيق وسداد في مبادراتنا ومسائينا في سبيل خدمة شعبنا ووطننا. صحيح أننا لم نتمكن أحيانا من تحقيق كل ما نطمح إليه، ولكننا اليوم أكثر عزما على مواصلة الجهود وترصيد المكتسبات واستكمال مسيرة الإصلاح وتقويم الاختلالات التي أبانت عنها التجربة. شعبي العزيز، لقد أنجزنا نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة والقطار فائق السرعة والموانئ الكبرى، أو في مجال الطاقات المتجددة وتأهيل المدن والمجال الحضري. كما قطعنا خطوات مجهودة في مسار ترسيخ الحقوق والحريات وتوطيد ممارسة الديمقراطية السليمة، إلا أننا ندرك بأن البنية التحتية والإصلاحات المؤسسية على أهميتها لا تكفي وحدها. ومن منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات لم تشمل بما يكفي من مع الأسف جميع فئات المجتمع المغربي، ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية والحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز الطبقة الوسطى. ويعلم الله أنني أتألم شخصيا ما دامت فئة من المغاربة ولو أصبحت 1% تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة. لذلك أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية وللنهوض بالسياسات الاجتماعية والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة. وكما قلت في خطاب السنة الماضية، فإنه لن يهدأ لي بال حتى نعالج المعيقات ونجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بعد توفر النظرة الشمولية ووجود الكفاءات المؤهلة والشروط اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة. شعبي العزيز،
لقد أبان نموذج التنموي خلال السنوات الأخيرة عن عدم قدرته على تلبية الحاجات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحييره. إنني في الحقيقة لا أميل شخصيا لإحداث اللجان الخاصة، لأنها أحسن طريقة لدى البعض لدفن الملفات والمشاكل، ولكننا بادرنا لإحداث في بعض القضايا ذات البعد الوطني كالجهوية والدستور ومدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة، وحرصنا شخصيا على متابعة أشغالها، فكانت نتائجها إيجابية وبناءة. وفي هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي سنقوم في الدخول المقبل إن شاء الله بتنصيبها، وقد راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته واستحضار المصلحة الوطنية العليا. وهنا أود التأكيد أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاح التي تم أو سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها. وإننا ننتظر منها أن تباشر عملها بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول. إن الأمر لا يتعلق بإجراء قطيعة مع الماضي، وإنما نهدف لإضافة نبلة جديدة في مسارنا التنموي في ظل الاستمرارية. ويبقى الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام وبروح المسؤولية العالية في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة التي سيتم اعتمادها ولو كانت صعبة أو مكلفة. وسأعود لهذا الموضوع في مناسبة مقبلة إن شاء الله. وفي انتظار ذلك، فإن العمل يجب أن يتواصل بمزيد من الالتزام والمسؤولية في تدبير الشأن العام والتجاوب مع انشغالات المواطنين. وينبغي التركيز على الخصوص على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومن أداء المرافق العمومية. وبموازاة ذلك ندعو الحكومة لشروع جديد من المخططات القطاعية والتكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عماد النموذج في صيغته الجديدة. شعبي العزيز، إن تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة التي نريد بعون الله وتوفيقه أن نقود المغرب لدخولها. مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإخلاء الشامل، وهي مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه، ونحن بالفعل قادرون على ذلك. ويظل طموحنا الأسمى هو أن يلتحق المغرب برقب الدول المتقدمة، غير أن المرحلة الجديدة التي نحن مقبلون عليها حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية التي يتعين كسبها. وفي مقدمتها أولا رهان توطيد الثقة والمكتسبات لكونها أساس النجاح وشرط تحقيق الطموح، ثقة المواطنين فيها بينهم وفي المؤسسات الوطنية التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل. ثانيا رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين التي تحتاج للانفتاح
على الخبرات والتجارب العالمية باعتبار ذلك إبادة التقدم الاقتصادي والتنموي بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة. فالانفتاح والمحفز لجلب الاستثمار ونقل المعرفة والخبرة الأجنبية، وهو الدافع لتحسين جودة ومردودية الخدمات والمرافق والرفع من مستوى التكوين وتوفير المزيد من فرص الشغل. صحيح أن الدولة والقطاع العام والهيئات المهنية الوطنية قاموا بمجهودة كبيرة للنهوض بدورهم والارتقاء بمستوى عملهم، إلا أن بعض القطاعات والمهن الحرة مثلا تحتاج اليوم إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي. وقد عبرت العديد من المؤسسات والشركات العالمية عن رغبتها في الاستثمار والاستقرار بالمغرب، وبقدر ما يبعث ذلك على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب، فإن القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي. فالذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات التي لا أريد تسميتها هنا بدعوى أن ذلك سيتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية، بل بالعكس، فإن الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات سيدعم جهود الدولة ليس فقط في توفير الشغل وإنما أيضا في تحفيز التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة. ثالثا، رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية لبناء اقتصاد قوي وتنافسي من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج وخلق المزيد من فرص الشغل، كما يتطلب الرفع من نجاعة المؤسسات وتغيير العقليات لدى المسؤولين. فالقطاع العام يحتاج دون تأخير إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد، ثورة في التبسيط وثورة في النجاعة وثورة في التخليق. وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي. رابعا، رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة ولا للتصرفات المحبطة ولا لمظاهر الريع وإهدار الوقت والطاقات. لذا يجب إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية وإشاعة قيم الأمل والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص. شعبي العزيز، إن نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية في إعطاء نفس جديد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، كما يتطلب التابعة الجماعية وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة وليس مجرد شعارات. وإلى جانب الدور الهام الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية، أريد هنا أن أؤكد على ضرورة انخراط المواطن المغربي باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة. لذا أدعو جميع المغاربة للمساهمة الإيجابية فيها بروح المواطنة الفاعلة، لأن النتائج التي نطمح إليها والمشاريع والمبادرات التي نقدم عليها لها هدف واحد هو تحسين ظروف عيش المواطنين. فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية
والاقتصادية والإدارية بما فيها الحكومة. وفي هذا الإطار نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات، ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بأقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده. شعبي العزيز، إن الاحتفال بعيد العرش المجيد أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائنا ووحدتنا الوطنية والترابية وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا، وإن نعرب عن اعتزازنا بما حققته بلادنا من مكاسب على الصعيد الأممي والإفريقي والأوروبي، فإننا ندعو إلى مواصلة التعبئة على كل المستويات لتعزيز هذه المكاسب والتصدي لمناورات الخصوم، ويبقى المغرب ثابتا في انخراطه الصادق في المسار السياسي تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة. كما أنه واضح في قناعته المبدئية بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة في إطار مبادرة الحكم الذاتي، ذلك أن التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهنا لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق بنهج اليد الممدودة تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار التي تجمع على الدوام شعبينا الشقيقين، وهو ما تجسد مؤخرا في مظاهر الحماس والتعاطف التي عبر عنها المغاربة ملكا وشعبا بصدق وتلقائية داعما للمنتخب الجزائري خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة، ومشاطرتهم للشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها، وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا. فهذا الوعي والإيمان بوحدة المصير وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك هو الذي يجعلنا نتطلع بأمل وتفاؤل للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة إلى الوحدة والتكامل والاندماج. شعبي العزيز، إن المغرب ملك لجميع المغاربة وهو بيتنا المشترك، وعلينا جميعا كل من موقعه أن نساهم في بنائه وتنميته وأن نحافظ على وحدة أمنه واستقراره. مغرب يتسع لكل أبنائه ويتمتع فيه الجميع دون استثناء أو تمييز بنفس الحقوق ونفس الواجبات في ظل الحرية والكرامة الإنسانية. وإننا نستحضر هنا بكل إجلال وإكبار جميع المغاربة الأحرار الذين قدموا تضحيات الجسام في سبيل الحرية والاستقلال وساهموا في بناء المغرب الحديث، مغرب التنمية والديمقراطية والتقدم، وفي مقدمتهم جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ووالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما. كما نوجه تحية إشادة وتقدير لكافة مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية لتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وصيانة أمنه واستقراره. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله.